رجل تسحر وأكل بعد الأذان الثاني وهو لا يعلم، هل هو الأذان الأول أم الثاني؟ فماذا عليه؟ إذا تبين أنه الأذان الثاني فعليه أنه يقضي هذا اليوم، إذا تبين أنه أكل بعد ما طلع الفجر فإنه يقضي هذا اليوم، أما إذا لم يتبين فالأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، ليس عليه قضاء إلا إذا علم أنه أكل بعد طلوع الفجر يقضي هذا اليوم.